اولا اخويا الله يرحم لكم الوالدين، راه ما كايناش شي حاجه سميتها الربح من شوبيفاي، راه ما كايناش شي حاجه سميتها الدومين ديال شوبيفاي. الله يرحم لكم الوالدين، باقيش تطرحوا هذه الاسئله، الله يرحم لكم الوالدين، حيت راه ما تيطرحوش. راه ملي كطرح هذا السؤال راه كتبان نوب ديجا انت بعدا، راه يلا غادي تبدا اصلا، حنا ما تنضروش عليك. كاينين اللي دابا في الدومين تيقول لك انا راه بديت تنضرب في شوبيفاي، اه تنضرب الحمد لله راه تنضربوا في شوبيفاي، هذا راه يو ار انيث نوب. شوبيفاي از ا بلاتفورم، شوبيفاي ماشي دومين، متفقين الخوت؟ شوبيفاي ماشي دومين، اقسم بالله ماشي دومين. شوبيفاي راه ما سميتوش دومين، شوبيفاي از ا بلاتفورم. واش انت اخويا ملي كتجي تقول لي والحمد لله تنضربوا الفلوس من فيسبوك، غنقول لك انا وات ذا فاك، كيفاش كتضرب الفلوس من فيسبوك؟ حيت فيسبوك از جاست ا بلاتفورم، هي بلاتفورم فقط، بلاتفورم كتمكنني انني نفتح دي ستور متاجر على الانترنت. هذا هو الدور ديال هذيك البلاتفورم، ما عندهاش شي حاجه اخرى. يعني هي ما غاديش تساهم انك، يعني هي ما غاديش تعاونك انك ماشي هي اللي ملي غتعلمها غتدخل الصرف، ماشي هي. كنتعلم ان دومين، وهذاك الدومين كنقدر نحتاج فيه هذيك البلاتفورم. بحال مثلا ملي تنبغي ندير الاشهار، الا بغيت ندير الاشهار اش كندير؟ كنمشي اما للبلاتفورم ديال جوجل ادورد، ولا كنمشي للبلاتفورم ديال فيسبوك اد. كنمشي للبلاتفورم فين كندير الاشهار. الا بغيت نفتح متجر كنمشي للبلاتفورم ديال شوبيفاي. يعني شوبيفاي راه از نوت، ماشي دومين تيتقرا. ايه هو خصك تعرف فيه العيبات، خصهم يتقراو هذا، ولكن اون فان دو كونت راه ماشي هو اللي كضرب فيه الفلوس. ماشي تتحبك شوبيفاي تعرف تدخل وتخرج منه وتصاوب السطور وتقاد وترقوا راه صافي غضرب الصرف، لا ماشي هذا هو السؤال. فبالتالي ملي انت تقول لي شوبيفاي، راه كاين بزاف الناس كيخدموا دابا شوبيفاي، كاين اللي كيدير الاي كوميرس لوكال كيخدم شوبيفاي، كاين اللي كيدير دروب شيبين كيخدم شوبيفاي، كاين اللي مثلا غير واحد داير ماكازان ودير شوب ديالو، كاينين تنعرف شي وحدين داير في شوبيفاي وتيدير الاشهار وتيبيع من الماكازان ديالو اوتوماتيك. كل واحد واش كيدير، كل واحد يعني هذيك هذاك يعني انت اش من دومين غتدخل ليه. فبالتالي يا صديقي خصك توني اش من دومين انت باغي، ماشي شوبيفاي. هاد شوبيفاي نتا ماشي بون. النقطه الثانيه في السؤال ديالك غير كينقزوا وهادشي اللي كاين. دابا المهم انا دابا تنهضر دابا المهم انا كان دابا اللي تيعصبني هما هذوك اللي تيقول لك تيضرب الفلوس. ما دابا بحال واحد يلاه بادي عادي انه يطرح بهذا السؤال، واحد تيقول لك انا تنضرب الفلوس من شوبيفاي، تعرف هذا السيد هذا مسكين غادي غير ب لا اله الا الله وصافي، غادي برضات الوالدين وصافي. فمزيان اذا هذا اللعيبه نتمنى اننا وضحناها، ما غاديش نبقاو نعاودوها ديما.